باب المنصور حاضر بقوة معرض المغرب. مرحبا بكم، مرحبا بنا عندكم. طبعا لا تفوتكم الشباكية في رمضان. الشباكية راح تكون موجودة في رمضان في مطعم باب المنصور، وهاي طريقة كيف بنعملها. ما شاء الله قد يعني الواحد بيشتهي ياكلها، وحتى وهي بعد ما مستوية. ما شاء الله طعم رهيب. هذا بالنسبه للسيوم ولا رمضان؟ ان شاء الله رمضان ان شاء الله. مرحبا بكم. هذه